نظمت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالقاهرة. أكد المشاركون أن الهدف من هذا المؤتمر هو حث المواطنين خاصة الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة المشروعات والإنجازات خاصة فيما يتعلق بالشباب. الهدف من المؤتمر ده أقل يعني أقل رد مننا للجميل لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل اللي عمله في الفترة اللي فاتت للبلد بصفة عامة وللشباب بصفة خاصة بما ان انا بمثل أمانة الشباب. احنا شعب دايما بيتكلم عن مبدأ رد الجميل والجدعانة وكده. سيادة الرئيس في عجالة وباختصار شديد في مواجهة تحديات داخلية وخارجية وجبهات ما فيش اي حد يقدر يواجهها كلها في وقت واحد. بالنسبة للخطة بتاعت دعم سيادة الرئيس في الفترة القادمة ان شاء الله في جميع المحافظات بيتم التنسيق ما بين أمانة الشباب والمرأة وأمانة العمل الجماهيري للتطرق لجميع المواضيع الخاصة بالشباب والخاصة بالمرأة والخاصة بالعمل الجماهيري وحث الشباب والمرأة على دعم سيادة الرئيس والمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة إن شاء الله. الرئيس عبد الفتاح السيسي أقل حاجة عملها إنه لقبنا بعظيمات مصر، إدانا حقوقنا كاملة، خلانا مرئيين، خلى صوتنا مسموع، دخلنا منصات القضاء، خلانا في مرأة محافظة، في نائب محافظ، إدانا كل حقوقنا، شرع قوانين كتير وعدل في قوانين كتير عشان المرأة تبقى واخدة حقها كامل. نتحدى نفسنا كأمانة شباب على العملية التنظيمية إن شاء الله للانتخابات. دورنا دور توعية، دور وعي مهم جدا لكل فئات الشباب. فئات الشباب هي اللي هتقوم بده لان احنا بنمثل 60 مليون شاب. وطبعا سيادة الرئيس من 2014 منذ توليه هو مستمر في دعم الشباب بكافة الطرق، من المؤتمرات، من الفاسيليتي اللي ادهلنا حفاظا على مستقبلنا. فاحنا نازلين نعمل توعية، نعرف الناس ان احنا ونوري العالم كله قد ايه مصر مستقرة في الوقت اللي فيه مشاكل في الدول المجاورة لنا. الحزب في اساسه عقيدته شبابية وتكوينه شبابي. من أول يوم وإحنا داعمين لتوجهات الدولة المصرية وبندعو لتثبيت مؤسسات الدولة المصرية. إحنا بنرى في حزب مستقبل وطن إن الفرصة ومدى الانفتاح اللي تحقق للشباب في مختلف المجالات وبصفة خاصة في الحياة السياسية في عهد الرئيس السيسي أمر غير مسبوق، ويمكن ده دافع ومحرك أساسي لدعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة بإذن الله. احنا في أمانة الشباب عامة النهارده عاملين الايفنت ده عشان ندعم سيادة الرئيس، بنحدد موقفنا وبنوري الناس كلها ان أمانة الشباب وان حزب مستقبل الوطن بشبابه مدرك حجم التحديات اللي مصر بتقابلها. حزب مستقبل الوطن زي ما مصر كلها شايفة هو أحد الأحزاب الداعمة وبقوة، وهو على رأس الأحزاب الداعمة لدعم وتأييد فخامة الرئيس السيسي. طبعا احنا مش محتاجين نتكلم على الأوضاع السياسية اللي موجودة حوالين البلد في كل مكان، ومش محتاجين نتكلم على مدى احتياج البلد ان احنا كلنا نبقى موجودين في ظهرها. احنا بنشكر فخامة الرئيس على كل مجهوداته اللي باينة في كل مكان في البلد. عايزين نوعي الناس أهمية وجود الرئيس معانا الفترة القادمة، من ناحية كوضعنا وضع إقليمي، من ناحية الوضع الداخلي. احنا وكل الكل وضح له متهيألي الفترة الأخيرة، حتى لو كان في بعض الناس اللي كانت متضايقة شوية من الوضع الاقتصادي ده حاجة بمر فيها، بس متهيألي بعد اللي حصل الفترة الأخيرة الناس فهمت وصل لها هو يعني دور الرئيس معانا ايه ودعمه لينا ايه ووجوده مهم ليه. حملة كلنا معاك هي حملة مشتركة ما بين أمانة الشباب وأمانة المرأة وأمانة العمل الجماهيري داخل الحزب. الحملة دي باختصار شديد هي حملة لطرق الأبواب لأهالينا في محافظات مصر وفي ربع محافظات مصر. عندنا هدف مستهدف إن احنا نغطي كل محافظات مصر الفترة اللي فاتت. الفكرة والرسالة الأساسية هو ليه بننتخب سيادة الرئيس، إيه أهمية المشاركة في الانتخابات اللي جاية.